السلام عليكم مرة ثانية. هنحكي اليوم عن صعوبات تعلم الرياضيات وهي عسر الحساب. الرياضيات هي أداة الفكر الإنساني، وهي يعني اللغة المميزة بحياة الناس. الرياضيات تتميز بالتجريد والتعميم، وبالدراسات المعاصرة الرياضيات هي دراسة كل الأنماط في العدد والفضاء واللغة والحواسب وحل المشكلات. الرياضيات هي صنع الحس العددي وبناء الفكر الرياضي وحل المشكلات في عالمنا الواقعي. وفي إطار ذلك يهدف تعليم الرياضيات بكل المستويات إلى بناء الفهم الرياضي لدى الطلاب وإكسابهم المهارات الرياضية وتنمية مقدرتهم وثقتهم في حل المشكلات باستخدام الرياضيات والتواصل في هذا العالم. والتلميذ بالمجال الرياضيات ما بيتعلم كيف يحسب فقط، لكن بيتعلم كيف يفكر، كيف يطبق التفكير في سبيل حل المشكلات الحياة الواقعية. ويعتبر استخدام المفاهيم الرياضية مثل الأعداد والتساوي والتطابق والفئات والتناسب والعلاقات الوظيفية جوانب هامة في سبيل تحقيق الكفاءة في الرياضيات. طبعا هناك مهارات أخرى مثل عد النقود وحساب الوقت وقياس الحجم والوزن، كلها تمثل هي لغة رمزية. لذلك الرياضيات إلى لغة رمزية شاملة لكل الثقافات والحضارات والأطر الثقافية على اختلاف أنواعها وتباين مستويات تقدمها وتطورها. والرياضيات كلغة هي الأساس للكثير من أنماط التواصل وتعايش الإنسان من حيث التفكير والاستدلال الرياضي وإدراك العلاقات الكمية. أما بالنسبة للديسكالكوليا، فنحن بنعرف الديسكالكوليا على أنها صعوبة تعلم نمائية خاصة بمادة الحساب أو بالرياضيات، تظهر في صورة عدم القدرة على التعامل مع الأعداد واستيعاب قيمتها، مما يؤدي إلى مشكلات في تعلم الحقائق المتعلقة بالأعداد وخطوات حل المسائل الحسابية. وعلى الرغم من أن الكثير من المعسرين حسابياً لديهم صعوبات أخرى في اللغة الشفوية والتحريرية، إلا أنه يمكن للمعسر حسابياً ألا يعاني أي مشكلة في اللغة. يعني في بعض الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم في الرياضيات ما عندهم مشاكل باللغة، بعض الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم في الرياضيات عندهم قد يكون مشاكل بسيطة باللغة. طبعا وتشير الدراسات والبحوث لأن العديد من الطلاب ذوي صعوبات التعلم لديهم مشكلات في تعلم الرياضيات، وغالبا تبدأ هذه الصعوبات بمرحلة مبكرة جدا من العمر ويستمر تأثيرها على حياته الكاملة كل حياته. ومع أن صعوبات تعلم الرياضيات تندرج تحت الإطار العام لمبدأ صعوبات التعلم، لكن هذا النمط من الصعوبات بشكل عام ما بيلفت نظر لا الآباء ولا المدرسين أو يقتل التقويم، لأن الصعوبات صارت لا تستثير الشعور بالخجل أو القلق لدى الطلاب، لأن الكثير من النظم المدرسية تقدم الخدمات أو خدمات التربية الخاصة لصعوبات القراءة فقط. لأن صعوبة القراءة لدى الطالب قد تؤدي انه لا يستطيع قراءة الاجتماعيات والعلوم والدين والى اخره، لكن صعوبات الرياضيات على الاغلب بيقولوا انه هي ممكن مع الوقت انه الولد يتحسن بالرياضيات. والمجتمع يقبل انه يكون بعض افراده من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، معتبرا انها من الامور الطبيعيه والمسلم بها، ولكنها ليست ذات اهميه عاليه كالقراءه. وحتى بعد تحديد هؤلاء الطلاب والكشف عنهم، فان القليل منهم هم الذين يتلقون برامج علاجية لهذه الصعوبات. وهذا الإهمال أو التجاهل يؤدي لدى طبعا الآباء والمدرسين هو اعتقاد زائف، لأنه يخدم زائف عدم أهمية المادة أو الحساب أو أن هذا النمط سيزول مع تقدم العمر. رغم أن اهتمام ولي الأمر واهتمام المعلم بمادة الرياضيات قد يؤدي لتغيير مستوى الطالب وتغيير حياته وتغيير كل مجرى حياته من مواد أدبية إلى مادة علمية. وتشير الدلالات العلمية لأن صعوبات تعلم الرياضيات ما لم تعالج بسرعة فإنها ستترك بصماتها على حياة الفرد اليومية، حيث تؤكد التطورات المعاصرة في عالمنا اليوم على أهمية وحيوية المعرفة الرياضية والاستدلال الرياضي ومهارات إجراء العمليات الحسابية. وهذه المعرفة والمهارات لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة. طبعا صعوبات تعلم الرياضيات هي مصطلح يعبر عن عسر أو صعوبات في استخدام وفهم المفاهيم والحقائق الرياضية، الفهم الحسابي والاستدلال العددي والرياضي، إجراء ومعالجة العمليات الحسابية الرياضية. وهذه الصعوبات تعبر عن نفسها من خلال العجز عن استيعاب المفاهيم وصعوبة إجراء العمليات الحسابية. وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الصعوبات ترجع
على الأرجح إلى نوع من الاضطراب أو الخلل النمائي الذي يحدث قبل الميلاد نتيجة مشكلات جينية أو وراثية. طبعا هذا نفسه هو تعريف صعوبات التعلم بشكل عام، أن صعوبات التعلم قد تحدث قبل الميلاد لمشاكل جينية أو وراثية، وقد تكتسب بعد الميلاد نتيجة كدمات أو إصابات رضية في المخ، طبعا بالسنوات الخمس الأولى من عمر الولد، أو بحوادث السيارات لاحقا أو الحوادث العامة لاحقا. وقد يتم تصنيف الطفل باعتباره من ذوي صعوبات تعلم الرياضيات إذا كانت وظائفه العقلية أو مستوى نشاطه العقلي يضعه ضمن مستوى الذكاء العادي أو العالي، هأحكي عنها بعد شوي، هي مع وجود انحراف أو تباعد سنتين على الأقل عن مستواه العقلي في استخدام مادة الرياضيات. وحتى يمكن اعتبار الطفل من ذوي عسر الحساب أو صعوبات تعلم الحساب أو الديسكالكوليا، ونحن بنركز على كلمة الديسكالكوليا، المهم أن نتأكد من أن هذا العجز أو القصور لا يرجع إلى العوامل التالية، وهذا مهم جدا إن كان للرياضيات وإن كان لصعوبات التعلم بشكل عام. السبب ليس التدريس غير الملائم أو غير الكافي، السبب ليس الفروق الفردية أو المحددات الثقافية، يعني مو طالب بسويسرا لازم يكون ما عنده صعوبات تعلم وطالب بدولة إفريقية نائية عنده صعوبات تعلم، قد يكون العكس تماما. طبعا السبب ليس التأخر العقلي، لأنه الطلاب اللي عنده صعوبات تعلم مستواهم العقلي أو مستوى ذكائهم طبيعيين الذكاء أو أكثر، وطبعا المرض العضوي والبدني أو اضطراب أو قصور سمعي أو بصري، طبعا لازم يكون نظرهم طبيعي، لازم يكون سمعهم طبيعي وهكذا. طيب الذكاء وصعوبات التعلم، شو علاقة الذكاء بصعوبات التعلم؟ أحيانا حابب باللي معنا إذا بيقدروا يشوفوا هالمنحنى، هذا بنسميه المنحنى الطبيعي نحن. هذا المنحنى الطبيعي جميع أفراد البشر، الله سبحانه وتعالى وزع جميع الصفات للبشر وفق هذا المنحنى الطبيعي، يعني 63% من البشر دول شايفينهم بالوسط، هدول كلهم بتسموا بصفة واحدة. مثلا لو أخذنا 100 شخص عشوائيا من الشارع وقسنا طولهم، منلاقي 63% من هؤلاء طبيعيين الطول عاديين الطول، منلاقي 13% أطول، ومنلاقي 13% أقصر، منلاقي 2% طوال، ومنلاقي 2% قصار، ومنلاقي نسبة لا تكاد تذكر 13% من المية هن العمالقة، و 13% من المية هن قصار القامة، قصار القامة أو بسموه الأقزام. طيب لو جينا أخذنا الذكاء، لو أخذنا الذكاء كمان، لو أخذنا 100 شخص أو 1000 شخص وعملنا نسبة مئوية، منلاقي تقريبا 68% من البشر طبيعيين الذكاء، و 13% أذكى، و 13% أقل ذكاء، و 2% ذكاء عالي جدا، و 2% ذكاء منخفض جدا، ونسبة لا تكاد تذكر 13% هن العباقرة، و 13% هن التخلف العقلي الشديد. لو شفنا الشيء اللي هلا حيبين عندكم على مقياس ويكسلر، هذا اختبار ويكسلر للذكاء، على مقياس ويكسلر هو نسبة مئوية ويكسلر، يلي مستوى ذكاء 85 وما فوق هدول بيكونوا طبيعيين الذكاء، يعني من 85 ل 115 هدول طبيعيين الذكاء، هدول الناس العاديين، هدول نحن من 85 إلى 115، 68% من البشر طبيعيين الذكاء، هدول اللي موجودين معنا بالمدارس، موجودين معنا بالمجتمع، منعيش حياتنا نحن وياهم، هدول هم. في 13% أكثر ذكاء، وأحيانا بيمر معنا بالمدارس إنه في بنت أو في ولد مختلف عن الآخرين، أنا هذا الطالب ما بنساه، 13% أذكى، وفي 13% اللي ذكائهم بين 85 و70، هدول بالكويت نحن بنصنفهم بطيئين التعلم، هدول محتاجين برامج علاجية خاصة ومناهج خاصة ومدارس خاصة. في نسبة 2% هدول العباقرة الأذكياء جدا، أذكياء جدا، وهدول قليل يعني لنشوفهم، و 2% بيبدأ التخلف العقلي بدرجاته البسيطة والمتوسطة. صفي نسبة لا تكاد تذكر هي العباقرة مثل ستيف جوبز وناس آخرين، و 13% هن درجات التخلف العقلي. وين طلابنا نحن موجودين؟ طلاب صعوبات التعلم، طلاب صعوبات تعلم الرياضيات، طلاب صعوبات تعلم القراءة، طلاب اللي عندهم إفراط نشاط، وين موجودين؟ موجودين من 85 على مقياس ويكسلر وما فوق، يعني هن طبيعيين الذكاء أو قد يكونوا فائقين. هل من الممكن أن يكون بعض الطلاب ذكاء مرتفع جدا 130 140 وعنده صعوبات تعلم؟ نعم ممكن يكون طالب فائق الذكاء وعنده صعوبات تعلم، وهي فئة بسموها الفائقون ذوي صعوبات التعلم، وفي عدة كتب بهذا المجال عربية وأجنبية ممكن تطلعوا عليها بمكتبة المركز عندنا متوفرة، فيكم تدخلوا على المركز
على مكتبة المركز وتشوفوا الكتب اللي متوفرة بهذا المجال. طبعا أهم شروط أن الطالب يكون من ذوي صعوبات التعلم هو أن يكون أداؤه دون المتوقع، يعني دون توقعات المدرسين. يعني المدرس شايف الطالب شاطر، شايفه بيتحرك، شايفه نشيط، شايفه عنده أسئلة وأجوبة، لكن لما تجي فجأة الامتحانات تكون نتائجه متدنية جدا بدون سبب واضح وبدون مرض. هالتدني خاصة في معرفة قيم الأعداد، بنعطيه عدد 352 مثلا 555 وبنقول له الخمسة الأولى شو بتعني والخمسة الثانية شو بتعني والخمسة الثالثة شو بتعني، بيقول الخمسة الأولى خمسة والخمسة الثانية خمسة مع أنه هي 50 والخمسة الثالثة خمسة مع أنه هي 500. هالإدراك لقيم الأرقام ما عنده مشكلة أنه يدرك، ما بيقدر يعرف تسعة أقل من عشرة الولد الصغير ولا لا. عدم القدرة على استدعاء الحقائق الأساسية لما بيكون عم تعطيه حقائق الجمع أو الضرب، أربعة ضرب خمسة بياخد وقت طويل ليطلع النتائج أو الأرقام، أو حل بطريقة تلقائية للمسائل أو تقييم نتيجته بعد ما بيحل المسألة تطلع أرقام غريبة ما بينتبه للأرقام ولا بيقيمها ولا بيعتبر أنه شغله خطأ. هذا هالمؤشرات هي بتعطي المعلم أنه هذا الطالب قد يكون عنده مشكلة مهمة بالرياضيات.